محمد السادس لم يشبع من الأموال التي نهبها من الشعب المغربي، ولا يزال جشعه لتحصيل المزيد من الثروة جعله يلهث خلف الصهاينة المغاربة، ودفعه لأن يبيعهم أرض المغاربة أصحاب الأرض الذين وجدوا أنفسهم مطرودين من منازلهم، كما حدث في حومة الشوك بطنجة. الشعب المغربي سيصبح عما قريب بدون وطن. المغرب سوف يستوطنه الصهاينة المغاربة كما استوطنوا الكيان الصهيوني، وبعد أن طردهم الفلسطينيون ها هم يطردون المغاربة من منازلهم. الشعب المغربي لم يتحرك ليرفض هذا الواقع المأساوي، وحتى وهو يرى الحل فيما يقدمه الفلسطينيون من أجل أرضهم من تضحيات، ظل صامتا راضيا بالتهجير القسري الذي يفرضه عليه المخزن. المغاربة الذين ملأوا الشوارع والساحات دعما للفلسطينيين وانتظروا مطولا تحرك محمد السادس أملا في أن يدافع عن فلسطين، أليس سذجا بانتظارهم هذا وقد تبين لهم أن الملك يطردهم من المغرب؟ فكيف لملك يطرد شعبه من أرضه أن يحمي فلسطين من الصهاينة؟ زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.